ثم يغسل وجهه ثلاثا، غسل والوجه حده من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن ومن منبت الشعر إلى أسفل الذقن، هذا كله يقال له وجه، وسمي الوجه وجها لأنك تواجه به الناس، تواجه بالناس. فالذي يظهر للناس هذا هو الوجه، من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن من منبت الشعر، مو من الشعر، لأن بعضنا قد ما يكون عنده شعر نهائيا أو ما يكون عنده شعر في الجبهة مثلا أو كذا، منبت الشعر عند عامة الناس، منبت الشعر عند عامة الناس إلى أسفل الذقن ومن الشحمة إلى الشحمة، هذا يسمى الوجه. ولا بد أن يعمم الوجه بدون تكلف، يعني تأخذ ماء بيديك، بيديك هكذا وتمسح وجهك هكذا بدون تكلف، يمكن نقطة هني ما حاشتها ماء، يمكن كذا ما حاشها الماء، لا تكلف أمر يعني طبيعي. والأصل أن الماء أصاب الوجه كله، خاصة عندما نتكلم عن ثلاث مرات، الأصل أنه أصاب الوجه حتى لو مرة واحدة، لا يتكلف. بعض الناس يدخل بالوسواس مع هذا الأمر.